تلاميذ بكالوريا 2024، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورجعنا لكم في هذا الفيديو باه نديروا لو كونتر رونديو تاع النص هذا اللي دخل حليناه من قبل في فيديو سابق. دونك باه تفرج على الفيديو هذه وتفهم النص عليه وراه يتكلم بالضبط، لازم تتفرج على الفيديو اللي قبل، هكذا باه تقدر يعني تستفاد من الفيديو هذه. في الفيديو هذه راح نديروا الكونتر رونديو اوبجيكتيف تاع النص هذا. دونك كل عاده قبل ما نبداو ما تنساوش ديرونا اشتراك للقناه، تخليو لنا جيم الله فيديو هذه، وتخليو لنا اكبر عدد من التعليقات، وكل عاده بارطاجيو لا فيديو مع زملائكم مع اصحابكم مع اي واحد تعرفوه راح يفوت شهاده البكالوريا، هكذا باش يستفادوا اكبر عدد من التلاميذ باذن الله. بالنسبه للموديل تاع الكونترول دي راح نحن نستعملوا باذن الله هذا الموديل، الموديل هذا تاع الكونترول اللي راني ديجا يعني ناشره في لاشين تاع تيليجرام، في التيليجرام في الانستغرام ثاني تلقاوه مفصل، وفي في اليوتيوب ثاني دخلوا لي بوست تاع لاشين تاع اليوتيوب هنا تلقاو ثاني راني ناشر هذا لي موديل هذو، راح نخدموا بهم، لانه لو بلون اكيميلاتيف لو بلون دياليكتيك فيما يخص لو كونتر روندو ما همش كيف كيف، سي با لا ميم شوز. دونك راح نخدموا بالموديل هذا. دونك نبدا دوكا بلاك روش، العاده نبدا حاجه الاولى راح نبدا بها هي بلاك روش. كي نجي انا نكتب الكونتر روندو تاعي رايح نكتب 2 روماني بالشكل هذا، ونكتب برودكسيون ايكريت، برودكسيون إكريت هكذا. بعد كي نجي نبدا النص تاعي بيان سي راح نخلي لا لينيا، لانه لا لينيا راح نخلي البياض هذا لهنا راح تلعب دور كبير في التصحيح، لانه راح يدير لك هو المصحح راح يشوف اسكو انت درت لا لينيا ولا ما درتش، وكل ما ديرش لا لينيا راح ينقص لك عليها بعض النقاط. دونك راح نكتب نستعمل هذا الموديل لو تكست انتيتيلي، انا النص تاعي ما بدون عنوان، دونك نقول لو تكست نون تيتري لو تكست نون تيتري، نقدر تقول لو تكست سون تيتر بصح ما تقولش لو تكست نون انتيتيلي، تفهمي لانه تعبير شويه مشكوك فيه. اذا كان ثاني تقدر تقول تي في تي هذه لو تيكست نون تيتري ولا سون تيتر، تقول دير تكمل ديريكتومون ايكري بار ايتسيتيرا. اذا حبيت دير لو تيكست نون تيتري وتكمل عادي، مش راح ينقصوا لك يعني، ماكش غلط ماشي هذا موش خطا. دونك نقولوا لو تيكست نون تيتري كي افي لوبجي de notre analyse est rédigé par on écrit اسم الكاتب هاو ليك اسم الكاتب هاو اسم الكاتب قلنا تيري كارسونتي est rédigé par تيري كارسونتي نديرو ما بين اونتر دو غيومي تيري كارسونتي. بعد نكمل ندير نقطة نقول إيلي تيري يعني جبناه إكس خي، نقدر نقول إكس خي ولا تيري، هنا غيديجي نقدر نقولو غيديجي ولا إكري، سي لا ميم شوز. شني غيديجي لهنا مليحة شوية خير من مليحة على إكري. إيلي تيري du magazine قلنا باللي المصدر تاع النص هو ماغازين دو ماغازين ان في بيداغوجيك ها ان في بيداغوجيك ان في بيداغوجيك نيميرو 127 ها. ومن بعد نقولوا لوكال اي بارو لو
quel est paru en on dit la date تاع الاصدار تاع المجله هذه افريل مي 2003 افريل مي 2003 ونكمل ها نقول il traite يعني يعالج un sujet qui a suscité de vifs débats entre يعني راه يعالج في موضوع لاثار جدل كبير بين اونتر تارديف المؤيدين تارديف اي روسيل تارديف اي روسيل هذا المؤيد وهذا المعارض يعني بياسون يصرات الديبا ها sur donc un mot sur l'impact d'éthique sur l'impact d'éthique mot de nos l'impact d'éthique sur les apprentissages mot de mine djibo how dit le mot de how dit le mot de sur les apprentissages sur les apprentissage voilà هذه هي المقدمه تاعنا هذه لاكروش داكور هكذا بالطريقه انا طبقنا عليها هذا تفهمين نروحوا للريزومي بالنسبه للريزومي راح نستخرجوا الراي الاول والراي الثاني الراي الاول والراي الثاني قلنا ديجا في الفيديو اللي قبل باللي هذا الجمله هذه تلخص لي الراي الاول والراي الثاني الراي الاول يقولوا باللي ليتيك عندهم تاثير مليح ميور اونسينيمون ابرونتيساج والراي الثاني يقول له الكونترير باللي ما عندهم حتى معنى في التعليم يعني ما يديروا حتى فرق دوكا نجي نكتب هنا نبدا ريزومي نقولوا سو تيكست نخلي لهنا بياض نقولوا سو تيكست ارغومونتاتيف اي كونستروي suivant le plan dialectique نختم بعد en effet l'auteur après avoir précisé le débat après avoir précisé le débat expose la thèse يعني expose la thèse يعني بين الموقف الاول نديروا لهنا دو بوين ها وش هي لا تيز يعني الموقف رقم واحد ها نقولوا باللي لي زافونتاج دو لانتيغراسيون دي تيك اون ايديكاسيون سون نومبر هذه هاي نفسها له ها مونتر كو لي تيك فافوريز دو ميور انسينيمون ابرونتيساج هو الموقف الاول يقولوا باللي طارديف واش راه يقول باللي لي تيك تكنولوجيا العلم والاتصال عندهم تاثير مليح على التعليم دونك نقولوا لهنا ليتيك
politique favorise favorise de meilleurs enseignements et apprentissage. Voilà. بعدها ندير نقطة ونقولو سيت ديرنيير. سيت ديرنيير واش هي؟ لا تيز. سيت ديرنيير اي تابوي. دوكا نهضر على لي زارغيمون اي تابوي est appuyé par deux arguments. Oui, nous avons des arguments. Nous avons sorti les arguments. Nous avons les arguments. Nous avons fait la question. Les arguments, nous avons fait la question. Je vous montre. Ah. عندي l'éthique aide les apprenants à résoudre les problèmes. Ou عندي l'éthique favorise les échanges. Ah. Donc, l'éthique aide les apprenants à résoudre le problème. نزيد ندير فاصلة ونقول له ليتيك فافوريز لي زيشونج نقطة. دوكا وين نروح؟ دوكا نروح للرأي الثاني. نروح نهضرو على رأي ثاني. بار لا سويت بار لا سويت L'auteur présente l'antithèse. L'auteur présente l'antithèse. Où est-ce qu'il y a l'antithèse? Il y a. Ah, il y aura l'antithèse. L'éthique n'entraîne pas de différence significative. L'éthique n'entraîne pas de différence significative. Sur le plan de l'apprentissage, sur le plan de l'apprentissage. ها بعدها نعطيلو لي زارغيمون سوتوني بار ان ارغيمون. شوفنا هنا لي زارغيمون يقدر نخرج له هذا تاع ريسيل هنا l'intégration d'éthique en éducation n'améliore pas les apprentissages. Voilà, نقدر نستخرج له هذا تاع لي 350 étude هنا لي 355 étude هنا sur l'éthique en éducation. Donc نقدر نقولو ثاني هنا نقدر نقولو لي 355 études sur l'éthique en éducation. Donc, على بالي كاين هنا اللي هو داخل في لا فيديو هذه وماهوش فاهم نوعا ما لانه ما تفرجش ما شافش لا فيديو اللي مقبل. لازم تروحوا تشوفوا لا فيديو تاع الحل تاع الموضوع بعدها تجي لهنا باه تفهم اللي ورانا نتكلموا اكزاكت.
بتفهم المصطلحات هذه. دونك نديرو نقطة في الأخير، دون لو ديرني باراغراف، دون لو ديرني باراغراف، دون لو ديرني باراغراف ديرو فاصلة لهنا تيغي كارسونتي، ديرو اسم الكاتب تيغي كار سونتي اكسبريم سون بوين دو في اون افيرمون. يخي هو في البوان دو في تاعو واش قال؟ قال طريقه الاستعمال، يعني لا مانيير، لا مانيير ها هنا في الاخير هضر لي على لا مانيير، طريقه الاستعمال. انا لهنا طريقه الاستعمال عطاو لي عليها سؤال اللي هو هذا، ها قال لي لو كومون اوتيليزي. واش نقول له انا؟ نقول له اون افيرمون كو، ونكتب له هذه من نعاودو سور لوتور من نعاودها له، واش نقولو لو ديبا. اون افيرمون كو لو ديبا سور لامباديتيك سور لابرونتيساج دوفري بلو سو بونشي سور كومون اوتيليز سي نوفيل تكنولوجي ا ليكول بور فافوريزي لا ريوسيت سكولير. هذه هي هو راي الكاتب. يمكن نقولو لو ديبا، لو ديبا سور لامبا دي تيك، ونكمل للاخر نكتب له هذه الجمله اللي عطاها لي هو. شفتوا كيفاه؟ هنا تقريبا كونترول دي تاعنا من درناه، درناه غير من الاسئله، درناه بيان سير لازم تفهم النص تاعك، لكن تقدر تستخرج الافكار من اسئله، لانه كاين واحد الافكار هكذا واش يدير في السوجي تاع الباك تلقاه يطرح لك عليهم بعض الاسئله. دونك هذا هو الكونترول دي اوبجيكتيف تاع هذا النص، وهذا طريقة استخراج الأفكار وتنظم الكونترول دي تاعك. دونك نكون هنا وصلنا لافان تاع لا فيديو هذه، نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها و يعني تعلمتوا طريقة الكتابة تاع الكونترول دي. كالعادة كي لحقنا لهنا، مادام لحقت لا فيديو لحقت الدقيقة هذه، ما تنساش دير لنا اشتراك للقناة، دير لنا اشتراك للقناة ودير لنا جيم لا فيديو هذه، وخلي لنا اكبر عدد من التعليقات، لانه دوك التعليقات اللي يعجبوني بزاف راني نديرهم ايبانغلي يجيو هو في الاول خلاص. شكرا بزاف على التعليقات تاعكم والتحفيز تاعكم، لانه التعليقات هذو هما اللي خليونا نكملوا معاكم الى اخر يوم من شهادة البكالوريا. بيان سير في التعليقات اللي خليو لي واش اكزاكت يعني الحوايج اللي ماكش فاهمينهم، هكذا ندير لكم عليهم فيديوهات وتستفادوا ان شاء الله. وما تنساوش ديروا لنا بارطاج لا فيديو هذه باه يستفاد اكبر عدد من مترشحي شهاده بكالوريا 2024. اذا نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.